مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. اليوم تولى امين عام التيار الديمقراطي اداء عريضه لطلب فتح تحقيق قضائي لدى وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس في التصريح الذي قام به رئيس الدوله قيس سعيد بمناسبه لقائه بوزير املاك الدوله يوم 25 اكتوبر الفارط. وقال غازي الشواجي في تدوين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان هذه العريضه تاتي على خلفيه تصريح قيس سعيد الذي لمح من خلالها لشبهة ارتشاء تتعلق بتسويق أرض فلاحية راجعة للدولة تم إمضاءها بتاريخ 30 جوان 2020 عندما كان غازي الشواشي على رأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأضاف غازي الشواشي في انتظار كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات وبيان صحة الاتهام من عدم كما قاعدين نشوف وزير العريضة بش يتوجه بها غازي الشواشي لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب فتح تحقيق قضائي. حاسين المسوش تعطوني رايكم على الكلام اللي قاعدين تسمعوا فيه، واللي يحب رئيس الجمهورية والتدابير الاستثنائية ما ينساش يعمل لايك للفيديو. هاك نكون وصلنا الى نهاية الموضوع.